لو الحكاية فيها إن فيبي في أبحاث يا دكتور دلوقتي موجودة في مركز القومي للبحوث ومركز المعهد القومي لعلوم البحار، ليه الأبحاث دي بتقف عند المعامل ما تسوقش يعني تسوقش فعليا في المجتمع ويستفاد منها المواطن المصري؟ حضرتك أي بحث موجود في أي مكان سواء في الجامعة أو في مركز البحث أو غيره، إيه مشكلة إن هو يتحول إلى منتج نهائي حضرتك تشوفيه في إيدك؟ عدة حاجات بتعوق في التوقيت. نمرة واحد، هو محتاج حد يصرف على البحث بتاعه لغاية لما يتحول إلى النموذج الأولي وده متوفر. حد يصرف عليه لما يكون نموذج أولي يحوله إلى منتج نهائي بس من غير ما يكون على مستوى صناعي، ده برضه متوفر. نيجي بقى عند الحتة دي، هو في ايده المنتج شكله النهائي اهو جميل وليه السوق بتاعه وكل حاجة، الباحث نفسه ما عندوش الخبرة التسويقية ان يوجد لنفسه سوق، الباحث نفسه ما عندوش ارتباطات بالصناعة بحيث انها تخليه يعمل الكلام ده وان يلاقي زبون كويس. فهو المفروض كان ساعة لما جه يعمل البحث يفكر هيديه لمين في الأول فيرتبط معاه من البداية فيسهل المهمة، فالانفصال اللي حاصل ما بين الاثنين ده هو بيعاني منه في آخر لحظة. طيب القطاع الخاص يجي يقول لك ايه، طب انا دلوقتي هقعد جنبك واستناك لغايه لما تديني مخرج نهائي ويا اشتغل يا ما اشتغلش، لا انا هروح اجيب من بره جاهز. المفروض الثقافه دي يغيرها، انه بيعمل منتج مصري ويبقى عنده ساعتها ايدج مش موجود عنده في اي منتج خارجي ويقدر يستفيد منه بس على مده طويله شويه، يعني اصبر سنه سنتين وبعد كده هتتسيد السوق. فالفكر ده والفكر ده محتاجين يتغير، ومحتاجين الاليات الموجوده في الوقت الحالي اللي تدعم الجزئيه دي عشان ينزل السوق اللي بيمنحها القانون في الوقت الحالي تتغير. احنا كحكومه مثلا ممنوع نستثمر في اي مخرج طالع ينزل للسوق، يقول لك ما ينفعش كحكوميه اكاديميه كحكومه. فانت النهارده فلوس حكوميه ما تسمحش بكده، طب ما حدش عايز، طب نخلي البنك يخش في النص، وبالتالي في جاب يروح كل الناس وقع فيها اللي احنا بنسميها ايه وادي الموت. فاحنا المفروض نقفل وادي الموت ده ونخلي كميه الابتكارات اللي طالعه، هي حاليا احنا فاكرين انها كتير، هي قليله جدا بالنسبه ل 90 مليون بني ادم، هي تعتبر ما فيش. احنا لما في مصر بنطلع 100 براءه في السنه من 90 مليون بني ادم، ده رقم يعني الواحد يتكسف يقوله. لازم نحرك المنظومه كلها ونزود عدد الابتكارات ونزود عدد الافكار ونرعى الموضوع من اول المدارس لغايه اخر حاجه فوق، وبعدين نيجي في الاخر بقى نلقط كويس وننزل للسوق، نلقط كويس وننزل للسوق. ساعتها هنشعري ان في الحاجات اللي بنقول عليها في الدرج والحاجات اللي بنقول عليها في الابحاث ما تتكونش بتطلع. طب ايه المانع ان الاكاديميه تكون ماسكه الفكره من بدايتها لغايه تصنيعها بشكلها النهائي وبعدين يكون في قسم تسويقي كمان في الاكاديميه؟ قبل كده مركز تسويق. انا بقول لك اهو، انا في عندنا جهاز تنميه الابتكار والاختراع ده بيقوم بالتسويق بس مقيد بالقواعد والقوانين اللي محتاجه تتنسف، ان هو ما ينفعش يستثمر، ما ينفعش يديله فلوس، عملت لك النموذج ده لازم اخده عندي عهده، الكلام ده كله ما ينفعش. طب منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال ليه ما يتمش التواصل معاهم؟ بيخشوا بس ما هم بيخشوا بيعملوا دور بس ما هوش دور مؤثر، دايما الدور المؤثر بيجي منين؟ من الدوله. لو الدوله ما دخلتش التقل في الحته دي وعلى الاقل شالت العقبات، ما هو المنتجين مقيدين هم كمان. يعني هو الراجل النهارده بيجي بيعمل لك دور تكميل. كل دول العالم في الاول الحكومه بتقوم بالدور، وبعدين يدخل وراها قطاع الصناعي، وبعدين يدخل اخر واحد المجتمع المدني. ده طبيعي لغايه لما المنظومه تتعكس، يبقى في الاخر الصناعه اللي بتقود وراها المجتمع المدني ويجي في الدنيا الحكومه. احنا لغايه اللحظه دي اللي هي المنظومه الاولانيه الاساسيه المفروض الحكومه 70% مثلا، وبعدين 20% صناعه و10% مجتمع مدني. النهارده احنا لو احنا مثلا 89% حكومه واحد ولا 2% صناعه والباقي مجتمع مدني، فلسه عندنا الميزان ما اتظبطش، محتاج مجهود. طيب الجامعات الخاصه زي جامعه النيل، جامعه النيل عندها مجموعه معامل ومخترعين واخدين جوائز كمان، في تنسيق بين الاكاديميه وبين الجامعات الخاصه دي، واحنا شايفين مؤسسات خاصه زي مصر الخير بتتبنى فعلا بعض الطلبه الدارسين بالجامعات ديت، ليه دور الاكاديميه هنا فين؟ احنا بندعم طلاب جامعة النيل، ندعم الناس بالعزوية، ندعم الناس اللي هو بتوع الجامعات الخاصة، ندعم الناس كده، بس بوزن القواعد والقوانين المصرية. بتقول إيه بقى القواعد دي؟ لو هو بني آدم حكومي إديله فلوس مقدمة وما تقلقش من حاجة. لو هو جاي من جامعة خاصة أو جاي من إن جي أو، لازم الجامعة بتاعته تعمل لك خطاب ضمان في الأول بفلوس اللي هو ناوي ياخدها.
طبعا دي عقبه ولا مش عقبه؟ عقبه بس بتمشي، الناس بتعمله. يعني احنا حاليا دلوقتي بناخد منهم خطاب ضمان ونحطه عشان يقول لك يا المفروض مين؟ فلوس الحكومه، وبعدين يسيبه يشتغل وبيعمل انجازات هايله وكل حاجه، وقت خلص الشغل فضل خطاب الضمان بتاعك متشكل. بقول لك مثال من الامثله اللي هي القواعد والقوانين بتعملها، بس احنا بنحاول نتغلب عليها ازاي؟ كان زمان في مشروع اللي هو استعاده العلماء للمصريين في الخارج والاستفاده من خبراتهم، وصلنا فين في هذا المشروع وازاي بنستفيد من علمائنا في الخارج؟ الحاجه الثانيه الى اين وصل مشروع دكتور مصطفى السيد؟ اشكركم مختلف نفسي الاولاني اللي هو بتاع المبعوثين والناس اللي ممكن تسترجعها. احنا بنفقد في مصر يعني حوالي 35-38% من الناس اللي طلعوا من مصر وطلعوا بره. جزء منهم هم احسنهم حوالي 8%، دول بنفقدهم تماما ومش في اتصال بينهم وبين مصر خالص. ايه السبب؟ لقى بيئه احسن، ناس شجعته جامد، اغروه بالفلوس، مش ناحيه نوع بوظوه يعني، لكن يعني مرتب احسن. التاثير معنوي يا دكتور، اثر تاثير قوي جدا يعني، فراح وساب ونسى هنا خالص. بقيه ال 35% التانيين او 30% 25% الباقيين دول بيبقوا بره برضو، بيبقى مصر تفقدهم وهم خامه حلوه جدا، بس بيحافظوا على ايه؟ على شويه لينك كده صغيره، يعمل معاك بحث، يخلي حد يروح عنده، يعني يبقى في وصله، ما هوش قطع العلاقه خالص بيننا وبين مصر. الباقيين بيرجعوا. احنا هدفنا الحته دي اللي هم المجموعه دي اللي هي ممكن ان انت تحاول تخليه يرجع تاني. طيب نرجعهم ازاي؟ العمليه مش عمليه ان انت تديهم فلوس تقول له تعالى ارجع. اهم من الفلوس ان يلاقي المكان اللي يشتغل فيه زي ما كان بيشتغل بره. واللي مش بس هيلاقي مكان حلو، ممكن اعمل له معمل شيك وفيه اجهزه حلوه، بس لو عنده اداره جوه المكان ده اللي هي بتاعت الجامعه مثلا بتعنده يبقى مش عارف يشتغل. ولو انا حتى ظبطت الاداره بتاعت الجامعه، الاماكن اللي هيتعامل معاها براها لازم الايكو سيستم كله يتظبط، ولازم يتحط فيه استثمارات قويه عشان يعمل هذا الموضوع. احنا عندنا المصريين اللي عندهم النيه ان هم يرجعوا كتير، واللي عندهم النيه ان يضيفوا وما ياخدوش حاجه كتير. بص على دول زي الصين، احنا كلنا فاكرين ان الصينيين دول لما بيطلعوا بره الصين ويروحوا امريكا بينسوا الصين ما بيرجعوش. النهارده كميه الصينيين اللي بيرجعوا من امريكا بيرجعوا الصين نفسها كتير جدا، وبيعملوا كميه اضافات غير طبيعيه. بس الصين عملت لهم ايه؟ عملت لهم برنامج اللي يرجع هديله في السنه 100,000 دينار، وهديله المعمل اللي عايزه والتجهيز اللي بيفكر فيه. الناس بقت بترجع طول النهار وبيبنوا شركات وبيحطوا حاجات وبقت العمليه تمشي. الاليات معروفه، بس المهم نحط لها التمويل ونحط الخطه ونستمر تنفيذها، مش نعمل مثال ولا اثنين وبعدين نشد الكوبس، لا نستمر في تنفيذها. النانو تكنولوجيا، النانو تكنولوجي يعني مثال من الامثله بتاعت شد الكوبس اللي بنقول عليها دي. عملنا حاجه كويسه جدا مع شركه اي بي ام انترناشونال، شركه ضخمه جدا، الراجل بتاعها جه مصر اول مره في كان اعتقد كانت في عام 2008 او 2009، واتفقنا على انشاء مركز كبير للنانو تكنولوجي يشتغل في اربع مشروعات محدده وكلها حاجات هتستخدم تطلع منها منتج ينزل السوق. طب قلنا هنجيب علماء مصريين منين؟ عملنا اعلان دولي وجالنا 270 عالم مصري عايشين بره مصر وجوه مصر في تخصص النانو تكنولوجي. وقعدنا اختبرناهم اختبارات كتيره جدا لغايه لما تم اختيار منهم 110، احسن 10 من 270. وال10 دول راحوا الى شركه اي بي ام في اماكن مختلفه، تعلموا احسن تكنولوجيا واحسن حاجه على ان ما يرجعوا يلاقوا المركز معد بالاجهزه وينطلقوا ويشتغلوا ويكملوا. لغايه يومنا هذا المركز ده مخلص. تمام؟ وتقريبا الناس عملت اللي عليها كشغل، لكن لو نتكلم على استمراريه مش مضمون. رغم ان الهند واسرائيل عندهم وادي السيليكون دلوقتي وانتجوا وصدروا. الاستمرار في تنفيذ الخطه هو ده الكلمه السحريه. والاستمرار قرار سياسي. طبعا. انما انت تشتغل وتقف وتفرمل ده قرار سياسي. ان انت يجي لك حد يغير لك المسار ده قرار سياسي. ان يجي لك حد يكعبلك ويفرملك ويوقعك على وشك ده قرار سياسي. يعني دي كلها المشاكل اللي انت تقع فيها. لو الحكايه فيها ان فيتو